منظمة العفو الدولية اعتقد في 3 جوان كتبت على صفحتها في مقالة إن الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي تتلاشى ببطء وبصمت، نحن بعيدون عن القمع الشرس الذي مورس في عهد بن علي، ما زلنا نتمتع بحرية التعبير، ليس لدينا الآلاف من سجناء الرأي كما هو الحال في مصر، لكن قواعد السلطة المطلقة موجودة. كلام لي أنا جلالي عن منظمة العفو الدولية، لكن في المقابل أعتقد هي المرة الأولى التي توحد فيها هياكل القضاة، يعني أن يحضر في مجلس يعني مستعجل قرابة 1500 قاضي من قرابة 2500، هذا يعني أمر جديد. أن يجتمع القضاة تقريبا هي المرة الأولى، جمعية القضاة ونقابة القضاة وكل هياكل القضائية ويجمعون على بيان، هذا دليل واضح ورسالة واضحة أن القضاة لن يطأطئوا رؤوسهم هذه المرة. في الواقع كما ذكرت، يعني هذا أمر طبيعي، وإذا كان هناك شيء يحسب لقيس سعيد فهو قدرته المتعاظمة ويعني قدراته الرهيبة في جمع كل الناس ضده، فحتى المؤسسات أو الهياكل الممثلة لقطاع القضاة والتي كانت متنازعة حتى من عهد الاستبداد السابق أصبحت على قلب رجل واحد كما يقال.